هذا القنطره هذه تعود لي على دار من هنا وتدور مع الدار اللي جبت لي كل شيء. يعني دابا كل عام خصني انا كل عام خصني نجي نصلح ثاني عيش على برا كل عام فيما نجي تجبري الكوزينه هابطه الارض هابطه كل شيء الحيوط عاطينا هذاك راه القنطره عنده يديروا فوسي القنطره تكون في الخلا. دابا حتى السيد اللي من مورايا في وقت الشتوى ما تيجبرش من يدخل لان القنطره تتهود عليه يعني في الشتوى مسكين ما يدخل لا بطونوبيل ولا على رجله لا الولاد يمشوا للمدرسه ولا حتى حاجه. هذه بلاصه ولات ولا بالسكان هذه القنطره هذه خصها تلغى ولات فيها الضروره لان الطريق الرئيسي عمره غير الطريق وتيديروا قنطره تكون في قنطره اخرى اللي هي ارض فارغه. علاش زعما بالضبط خصهم تيدخلوا الحاجه في الدار واش تختلفوا واش يخافوا غيسيروا شحال حسبتوا المترو تما بعيده القنطره شحال بعيده على الحيط ديال ما بعيداش تضرب فيه نيش بعيده على الحيط والو هي هذه تضرب هنا نيش تعرفوا الحيط ديالها شحال المترو تما شحال قول لي شحال تقريبا ما حسبتوهاش خصك تحسبوا شحال المترو شحال المترو تما بعيده 4 متر شحال بعيده هنا ما بينها وبين الحيط وتضرب في الحيط نيش لانه ملي تتهود من هنا تتهود على السكان يعني ما عندهاش في تشعل القنطره هذه. هذا ماشي واد هذا غير الماء تيتجمع يديروا له روكار يكون في البلاصه اللي هي فارغه. وبالنسبه لي اذا انت كطلب بان يعني القنطره تبعد لك على الحيطه ديال السور ديال الدار. هذه القنطره اصلا ما كانش شنو كطلب القنطره تبعدوها يبعدوها ولا شنو كطلب بالضبط شنو كطلب القنطره يبعدوها على على الدار كطلب بالضبط هذه القنطره هذه عمر ولا البلاصه ديالها ويديروا لها الفوسيه تكون في القنطره راه هي قدامها اللي تتكون في الخلف ويبعدوها يبعدوها على الحيطه ديال السور ديال الدار خاصها تبعد يعني خاصها اصلا ما خصهاش دار هنا ومن ناحيه الكبر ديالها والصور ديالها كنلاحظوا في هذه فيها 5 متر هما القنطره اللي يعملوا فيها 4 متر ونص 4 متر ونص لانهم هما دابا الطريق هذه هما تيزيدوا يشدوها ماشي غادي يصغبوها هت اصلا هذه الطريق هذه هما دابا لا يصغبوها تيديروا القناطر تيجيو يحفروا لهم لان القناطر خصهم يديروا مهزوزل ويعمروا الطريق فوقهم باش في وقت الشتاء الطريق تكون صحيحه. اما لا داروا القناطر من تحتها خليوها كما كانت لان القناطر راه يتخنقوا ما كاين حتى حاجه من هذه الخدمه هذه. اذا هذه قنطره قديمه هي كيفاش كانت معموله هذه يعملوها عيس وكان الجماعه وداك الشيء غير الجماعه كانت دايرها وكنلاحظوا بان القناطر اللي تعملوا جدادين يعني صغار قال صغار من هادو صغار ما يدوزوش جوج طوموبيلات وتيديروهم تحت الارض لانني باش ما يعمروش هذا موضوع واقعي لان الطريق ما باغينش هما ولات داك الشيء شوفوا ايوا هذاك الشيء شوفوا هاي الطريق ها هي كامله يعني الطريق معدله مصوبه يعني فيها هذيك الطريق الاسفلت ديالها معدل مصوب فيها الحص فيها كل شيء. بغينا نعرف واش هذا الشيء داخل في الميزانيه ديال يعني الترميم والبناء ديال هذه الطريق ديال موسى وانها يعني تيدخلوها في يعني في التحملات ديال هذه الطريق هذا خصنا نعرفوا بالضبط يعني شنو دايرين فيها ما عالقين لا بلاكه لا والو. الناس جاوا وبداوا الخدمه ديالهم هذه تقريبا اكثر من اسبوع ما تعلقتش البلاكه والمشروع فيه مجموعه ديال العيوب التقنيه يعني من ناحيه القناطر صغارين الى اخره القناطر القدام اللي كانوا يلا وريني فين عندكم بهالقنطره هذه شحال فين يلا وياك غرق من الارض غرق من الارض اللي داروا وما كيتكايسوا خصهم ما يزيدوش التراب هنايا وهالقناطر هادو اللي كيبيعوا دابا هادو اللي كيمشيو يبيعوهم حنا الدوار عندنا مخرب بالويدان مخرب بالويدان مره علاش ما هادو ما يديروهم لنا حنا في الطرقان اللي فيهم الويدان مين سلكوا حنايا وسط الدوار كيمشيو يبيعوهم هادو هادو مشي تشوفهم هادي ومن ناحية الصور ديال القنطرة اللي كانوا قدامين قدام انت كتشوف هادي طويلة على هادي هادي انت كتشوف طونوبيل وحدة عندها مدوزة طونوبيل وحدة إلا كانوا هنا جوج طونوبيلات عيدوزو ما عيدوزو هنا جوج طونوبيلات مين عيدوزو وريني هاد جوج طونوبيلات مين عيدوزو هنايا يلا ها القنطرة دارتها معدلة عايشين فيها وعيشوا لها روبار هنايا روبار هنا عندكم كتكب هنا عندكم كتكب هنا فين عندكم هي علام الأرض هي مهدورة على الأرض. Thank you.
هي الواد ديال الولاد هي باش يكملنا الماء. هما الحوايج حفروا القرابين عاد يشد على الدمر عاد الدمر بحال اللي عمرها الطريق ما تعدلت النار بحال اللي ما عمرها تعدلت كاع بحال اللي ما عمرها بخي ولا القنطره هذه عاد دوز هذا الماء اللي كيهود من هنايا هذه واش عاد دوز هذا الماء هذه القنطره هذه القنطره اللي دايرين هنا واش عاد تقدر تدوز لنا هذا الماء هذا الماء شوف فوسي قداش داروه هو القنطره شوف قداش داروها وفين يهود هذا الماء صاحبي فين يمشي فين ما عندوش فين يمشي شوف شحال داروها مطموره شوف وعاد حفروا لها من هنا يا اخي لا هو بلا حيدوا دابا من هنا الحجر وداروها صغيره ها انت كتشوف شوف وشحال فيها اخي لا هو بلا شحال فيها 30 والله ما وصلت 30 ما وصلتش 30 فيها واش 30 عاد دوزنا حنا هذا الماء هذا اللي كيهود من هنا الماء ديال الدوار كامل كيهود من هنا كامل شوف هي قنطره قداش كانت شوف قداش كانت وهذه شوف قداش الاخرى ما كانتش كتسلك هذاك الماء لا حار هذه عاد تسلك هذا الماء هذا راه بزاف صاحبي ظلم كبير هذا صاحبي هاد واش دابا هاد الناس هادو اللي جاوا من القنطره هادو جاوا لصقوا من هنايا هادي دابا تسلك لنا الماء هادي شحال تسلك يلا وريني شحال تسلك شحال كيكون هواد الماء من هنايا وشحال يلا شحال الماء اللي كيكون هواد عندنا حنا من هنايا واش هاد القنطره هادي عاد تسلك الماء الفوسي شو قداش داروه القنطره شو قداش داروها الله يا ودي هذا راه مشد الظلم هذا صالح هذا راه ماشي قنطره مرات ها شتي هذا ما عاد به راب هذا هما حيدوه الشبكه وحيدوا داك الحجر اللي كان هنايا قال لك عن فينيو ها حقا عن فينيو ها وعنطلعوها من هنا بنيه ومن هنا بنيه وهذا قداش غيولي هذا مع الفينيو حنايا ما يطمروه شي عاد تطمر عاد يجي اليوم ظلفه غدا حجره غدا هادي عاد تطمر وعاد تطمر هاد القنطره هادي شي شحال الغروقه فيها القنطره خاصها تكون مهزوزه باش ما يجيش الماء مثلا يهودنا يهودنا هذاك الوساخ وهاديك هنا عاد تمرنا القنطره عاوتاني وهادي ما تسلكناش الماء ولا عاود اخي محمد العيب اللي كان في هذا الله يرحم بابك تكلم العيب اللي كاين في هذه هي يما القناطر الصغيره الصغيره القناطر طمرهم بزاف طمرهم بزاف حنا مي غرقوا لنا مثلا الفوسي بحال هكا وخصو ما يزيدش يطراف فوق منه واش ما يديرش بحال هكا واش ركو قنطره مع قنطره واش هاد الخدمه كاينه زعما هاد الخدمه كيفاش جبان لك هاد الخدمه قنطره بشوكه مع قنطره هادي يعني هي هادي فاو يعملوا قنطره كبيره ويعملوا بلا فوسي واخا هادي القنطره هادي حيت الارض هادي كتهود المزرعه داروا القنطره ديال المزرعه من هنايا واخا هادي متفقا معاهم ولكن من هنايا مثلا هاد قناطر صغار ما يسلكوش هذاك الماء اللي كيهود منه عاد خنقو دابا واش شحال الوسخ كيهود دابا وقناطر صغار هادو دابا غادي يتخنقو طيح الشتا الاول يكونوا مخنوقه اه عافاك والناس اللي اليوم السكان اللي كاين هنايا في الحومه هذه شنو تعرضوا على الطريق شنو قالوا لهم بالضبط شنو هذه الخدمه ديال الغش شنو تطلبوا هما شنو يطلبوا طلبوا مطرطر كبار طلبوا قنطره كبيره اي ضروري قنطره كبار هادو صغار هادو صغار ما خدامينش هادو دار هاد خلنا عند القايد القايد ما كان يهود الرئيس ما كاينش هضر لنا بالاياشي قايد راه جا البارح وديك الساعه قالنا كتبوا شكايه قلنا لهم هذوك القناطر ما كاينه قناطر تربح دايرنا الشقوه في هذا الكيف كتهود فياضان الماء من هنايا هاد القناطر شي اللي حنا شي اللي جينا نشوفوا الميزانيه شحال مخرجه غنصيبوا 400 و600 ولا القناطر اللي كانوا قدام الثمنه ماشي هذه ماشي القناطر الاولين حتى منها كنلاحظوا هنا فاش كيتجمع الماء ديال الدوار والويدان كاملين كيتجمعوا لا اللي هابطين من جهه تقريبا باش نلاحظوا باش تكونوا كتعرفوا هذا راه كيكب فيه اربعه ديال الويدان واحد ماشي من هنا هو واد وهذا واد من هنا وهذا واد من هنا وهذا الواد الرابع الواد الرابع اذا هذا راه اكبر هنا كيتجمع اكبر تجمع ديال الماء باش يعرفوه الناس هذا كيقول لك الناس راه اكبر تجمع ديال الماء كيهبطوا فيه ويدان كبارين يعني كيتجمعوا ديال الدوار كاملين كيهبطوا له ومن ناحيه التقنيه ما عارفينش يعني الطبيعه والبيئه ديال هنا اللي كاينه لان كاينه كاينه مجموعه ديال الويدان كيضربوا هنايا دابا هما مساعدوا الخدمه ديالهم هذه خدمتهم كيقول لك صافي اذا كنلاحظوا ها هو الطريق والحركه ديال الجولان والسير ديال التراكتورات وديك الشيء يعني الجرارات يعني اكبر دوار في منطقه الشمال اللي كيعرف بحال الحركه ديال السير والجولان سواء الجرارات والعربات يعني ولكن رغم ذلك كنلاحظوا التقنيه اللي داروها يعني من ناحيه التقنيه فيها مجموعة ديال العيوب يعني ما راعوش فيها يعني ما درسوش فيها البيئة كاملة هذا التراكتور كيتوجهوا للمزارع المزرعات يعني المزارع ديال ولاد موسى الجارية من الـ من الـ من, الـ من الساكنة المحلية بدوار ولاد موسى جاءت حول عمد العمود الكهربائي والرتاحه ديال الرتاحه ديال الدوره والرتاحه ديال هنا صاحبي باش حنا كنتسموا بزاف قريبه حوالي مقطع او
مترين ربما تسبب لنا انجراف ديال التربة. انجراف التربة يعني وكتشكل خطر على أن يوقع دولة ساكنة. نعم يجب على المسؤولين الرعاية والمراقبة ويبعدوا هذاك أو لكي يبعدوها عن المشاكل. نعم مطروحة أمامنا. هذيك خنطرة اللي كانت قديمة تعملت مؤقتا عملوا عيش ساكنة ولكن دابا جا تقني من العمالة وخلى حافظ على نفس هذا ودار القنطرة قريبة يعني ارتاحة ديال الضو يعني هنا ديال الضو كبيرة اللي هي الريزو يعني وكذلك بالإضافة للكهرباء اللي كيمر منها جوج مترو يعني هنا يوقع انجراف ديال التربة وكيشكل كاع خطر وكيهدد السكان يعني وكيهدد حتى هاد الممتلكات اللي كاينة دابا هنا. كنلاحظوا بأن هنا تعملت قريبة إذا كان خصهم يبعدوها بخمسة المترو وتعمل قنطرة كبيرة لأن هنا راه تجمع ديال المياه هنا كيهبطوا أربعة ديال الويدانة إلا لاحظتوا الناس اللي عملوا هذا ما كيعرفوش البيئة كاين هنا الدور خصهم يسولوا هنايا على الويدان اللي كيهودوا كاين هو أربعة الويدان إذا هنا كيتجمع المياه واحد جوج وثلاثة كلهم كيتجمع هنا التجمع ديال المياه هنا كيتجمع الماء بزاف ومع ذلك عملوا قنطرة صغيرة هذا إذا هذا ما تسلكش هذا الماء القنطرة هذه ما تسلكش ومن ناحية الطول ديالها مبارك مبارك تكلم على من ناحية الطول ديالها واش هو هذاك الطول اللي عملوه؟ من ناحية ديال الطول بلاتي نشوف واش يعني الطول هو هذاك ماشي مشكل ما لقيت تما هو هذاك الطول خطرة صغيرة.